هل من الخطر علي أن أنزل احتياج من الكارب إلى النص بهدف إزالة الزوائد الدهنية بسرعة؟ ما في علاقة بين إنزال الكربوهيدرات وتنزيل أو سرعة تنزل الدهون. كمية الأكل الكلية هي الأساس، ثم كمية البروتين. التوزيع ما بين الكارب والدهون يعتمد على وضعك أنت الشخصي. شو تفضل؟ هل تحتاج طاقة أعلى؟ بتعطي الكارب أولوية. ما تحتاج طاقة عالية؟ بتعطي الفات للشبع مثلا أولوية. فالأساس هي كمية الأكل والبروتين. بعد ذلك التوزيع ما راح يفرق وايد في موضوع حرق الدهون أبدا، ولكن الأولويات للطاقة وللأمور الثانية. ولكن عموما لا تنزل عن الدهون أكثر أو أقل من 20% قدر المستطاع، 20-15%، والباقي تقدر تحطه كله في الكربوهيدرات. فشيلوا من بالكم فكرة أنه إذا ما نزلت الكارب ما راح تنزل الدهون. اللو كارب ما هو المعيار الأساسي لينزل الدهون في الجسم أبدا. أنا حافظ قبل رمضان والحين حافظ أكثر، بس ما بجسمي مسطرة. هل أرسمه بالمقاومة أو أكل معين؟ تمارين المقاومة، تمارين الحديد، تمارين الأوزان، أي شيء في مقاومة للعضلات راح يساعد في بناء العضلات. طبعا دعم هذا الأمر بالتغذية السليمة، بالذات كمية البروتين تكون جيدة. فلا بد من ممارسة تمارين المقاومة، لأن هي راح تساعد في رسم الجسم وتشكيله بشكل جيد. ليش الناس ضد الريد بول؟ قريت الكافيين حقته وعجبني حيل، ما توقعت الكمية الجيدة. لعدة أسباب. السبب الأول الإعلام. يعني تخيل كمثال، أحد ما ركز على الريد بول فقط، كلم عن كمية مشروبات الطاقة. يعني أحد مكونات مشروب الطاقة هو التورين. التورين أساسا موجود في حياة طبيعية، في الجسم الموجود، في الأغذية موجود. فطلعوا عليه شعر، تخيل التورين حمض أميني غير أساسي. قالوا إنه هو مني الثور. يعني تخيل أي مرحلة الإعلام غبي. طبعا ناس صدقوا. غير ذلك، طبعا أمور ثانية في الإعلام، غير ذلك الاستخدام الخاطئ. يعني تخيل أنت تأخذ كمية كافيين خيالية، 7-8-9 غراش أو علب في اليوم، هذا الأمر راح يأذيك، بالتالي الكمية لها تحدد ذلك. غير ذلك بعض المواقف اللي صارت بذات الدول العربية، أن توفى أحد أبناء أصحاب النفوذ بجرعة زائدة من المخدرات، وعشان أن يغطوا الموضوع شافوا علب ريد بول في المكان، صوروه حطوها في الإعلام وانتشر، وغير من هذه المواقف السيئة. يعني أنا متين عن طريقين أسوي عملية تكميم أو هرمونات. هل قصدك أن إذا راح تختار حل واحد منهم؟ أكيد التكميم، يعني تحط نفسك في هرمونات. طبعا الاثنيناتهم لا أيدهم أنا. طبعا الأول الواحد يجتهد يحاول قدر المستطاع أن يجتهد جسمانيا بدنيا تغذيته تمرينه، بس إذا قاعد تخيرني يعني ياذي أكيد التكميم. ولا حتى تسألني السؤال جوابه واضح جدا. ممكن تعطينا رايك في بدلة الموشن بتقنية EMS؟ ماني مقتنعة فيها ابدا، والترويج لها بطريقة فظيعة. دام الشخص راح يتمرن بنفس التمارين، يعني انت حين رابس بدلة EMS بتتمرن نفس التمارين اللي تتمرنها في الجيم، راح تحصل نفس النتيجة. ولكن المشكلة وين؟ المشكلة في المبالغة في الترويج، لان يطلعون يقولون لك كمثال نص ساعة بالبدلة تساوي مثلا ساعتين او ثلاث بدون البدلة. لا، هذه مبالغة في التسويق، ليس أمر صحيح. فبالتالي راح تستفيد؟ نعم راح تستفيد، ولكن هل لازم تسوي؟ لا مو لازم تسوي. ففي النهاية بتتمرن بهالبدلة، ما راح تتمرن بهذه البدلة راح تحصل نتيجة. هل تعتقد هذه البدلة راح تسرع لك النتائج؟ العلم يقول لا. الكارب بعد التمرين مباشرة يؤثر على البناء العضلي؟ ما له تأثير لا سلبي ولا إيجابي. يعني إذا أنا أخذت أوكي بالإشارات نعم، يعني مثلا الحين دخلت كارب بيرتفع الأنسولين، الأنسولين يعطيني إشارات إلى الامتور العلاقة بالبناء العضلي، ولكن إذا ما في أحماض أمينية ما راح تستفيد من الإشارة شيء. إذا بعدم وجود بروتين أو أحماض أمينية ما راح تستفيد من الكارب بعد التمرين للبناء العضلي. تبي تأخذه عادي تأخذه، بس شنو الأول للبناء العضلي؟ ولا بروتين. فبتأخذ الكارب بعد التمرين، ما راح تأخذ الكارب بعد التمرين، تأخذ وقت ثاني نفس النتيجة كبناء عضلي. هل جرعة آمنة من هرمون التستوستيرون للبناء العضلي؟ ما في جرعة آمنة، هناك فقط TRT تستوستيرون ريبليسمنت ثيرابي، بمعنى جرعة تماثل الجرعة اللي يفرزها جسمك. إذا الشخص ما يفرز جسمه تستوستيرون بشكل جيد يأخذون TRT كجانب طبي، ولكن أي شيء أعلى من ذلك مثال سبورتس TRT أو أي جرعات أعلى من الطبيعية سوبر فيزيولوجيكال دوسج من التستوستيرون كما تسمى، يعني ما راح تكون آمنة. ما في اسمه آمن. استخدام أي منتج هرموني، أي منتج استيرويدي ما راح يكون آمن، بالذات الجرعات اللي تؤخذ في مجال البناء العضلي وتحسين الأداء الرياضي. ما في شيء آمن. هناك جرعة أأمن من جرعة، ولكن لا يوجد شيء آمن تماما، هذا شيء غير موجود. ما هو رأيك في عمليات جراحة السمنة؟
لهذا الجواب لهذا السؤال احتاج اوضح لك شغلتي. الاول واللي انا ايده تماما الاشخاص اللي يكونون في مرحله خطر صحيه ريسك عالي عندهم، يعني اذا ما سووا العمليه ممكن يموت، ممكن تضاعف عنده مشاكل صحيه، هذه لابد يقومون بعمل عمليه له بذات الجر لو وزنهم عالي. تخيل مثلا البي ام اي مال 40 او هذا خطير جدا، لازم يسوون عمليه. النوع الاخر ولا نسميهم الضعوف اللي ما له بارض تمرين، ما له بارض تغذيه، يا كسلان، من هو لا مو لانه صحيا بيصير شيء ولكن هو كسلان ضعوف ما عند الإرادة ما عند العزيمة فيروح حق الطريق السهل. هذا لين ما أيد يسوون العمليات، لين يغير مخه بس يغير عقليته. أما الشخص اللي عنده خطورة مرحلة خطرة، نعم لابد التدخل جراحي مباشر. بطلت أفكر أسألك لأن ما يوم جاوبت صرت أحسك روبوت. أوكي غالي، إيش تنصح كورس أولي كبداية؟ شنو هدفك من الكورس؟ بتركب على ستيج؟ هل بتطلع فلوس من وراه؟ هل بتطلع شهر من وراء؟ إذا جوابك لهم لا استريح. معظم وقتي مشغول وما يكون عندي وقت كافي للتمرين، فشنو الحل حق تعويض الوقت اللي ما تمرن فيه؟ أوكي، أنت الحين قاعد تشوف التلفون صح؟ عندك ربع ساعة في اليوم تشوف التلفون؟ تمام حلو خلاص، الربع ساعة هذه أعطيها 3 مرات في اليوم في الأسبوع، آسف 3 مرات في الأسبوع. جامبينج جاكس أعطني 15 دقائق، أعطني بوش أب، أعطني بطن، أعطني سكوات، لانجز، قول ابد عندك مكان، ما عندك مكان بس شكرا لك ما قصر، بس ما منك اكثر. الفتره الاخيره عندي كمان اجسام وخصوصا اللي يستعملون هرمون صاروا ياخذون ميكاردس وميتفورمين. طيب الميكاردس طبعا هو التلمسارتن، هو نوع من ادويه الاي ار بيز انجيوتستين ريسبتور بلوكرز، يستخدم لانزال ضغط الدم. الميتفورمين هو الجلوكوفاج، يستخدم ايضا لتحسين حساسيه الانسولين واللي عندهم مثلا النوع الثاني من السكر. طيب ليش ياخذون هذه الامور؟ لان الهرمونات اساسا تاثر تاثير سلبي على هذه المسارات، مسار ضغط الدم وايضا مسار حساسيه الانسولين بالذات اللي ياخذون جروث هرمون. زين ليش مؤخرا صاروا يستخدمون هذا الامر؟ اللي ضغط هذا الامر في المجال هو فيكتور بلاك. فيكتور بلاك طبعا رجل متمكن جدا علميا، وترى وايد مدربين اتكلم عالميين تعلموا من هذا الامر وما تسمى بالبلاك مودلز وضخوها في المجال. ففي ناس يمكن يطبقون هذا الامر ما يدرون من جاي اساسا، يعني فلان البلاك مودلز تعتبر طرق أأمن لاستخدام الأنابوليك ستيرويد، لذلك استخدموا هذا المواد أيضا. عمل ولا فلوس أم النادي؟ حليلك والله، أعرف وين تبي توصل. كلهم. هل في ضرر أو مشكلة إذا أخذت الأوميجا 3 مع مغنيسيوم جلايسينيت؟ لا ما في أي مشكلة، بالعكس تصرف طيب مبارك. استخدام الجي دبليو 51516 مع كليم بترول في مشكلة؟ أكيد في مشكلة، ما قاعد تشرب عصير ولا حليب ولا حبيبي مدخن منشطات أنت، يعني أكيد في مشكلة. كيف الطبيعي المزيف يجتاز اختبار محسنات الأداء أو المنشطات؟ هل الشخص عرف يحسب العمر النصفي يقدر؟ نعم، ومو موضوع عمر النصفي فقط ولكن عمر الكشف، شيء نسميه عمر الكشف، يعني الديتكشن تايم أو وقت الكشف. كل مادة لها وقت كشف معين، وبالتالي إذا اللاعب عارف متى المادة تطلع من جسمه تماما يجتاز أي فحص، حتى لو فحص أولمبي يقدر يجتازه. لذلك الكثير من اللاعبين ترى مثلا كمثال التستوستيرون، ما يكون تستوستيرون كمثال بروبينيت او سوبينيت او انثيت او ياخذون سسبنشن، مع يعني يضرب في كل يوم يضرب تستوستيرون، مع ان الامر مؤلم ومؤذي بس عشان ما ينصاد، فبالتالي يكون هو متمكن وعنده قدره اعلى وفي نفس الوقت ما ينصاد. فهي التلاعب دائما يكون بالوقت الكشف. السلام عليك، أنا أعطيتك لقب المجدد، جددت لنا كل المفاهيم القديمة، شكرا لك صديقي العزيز، أنا أقدر جدا هذا الكلام، فهو كلام ينم على حب وتقدير كبيرين، شكرا لك صديقي. سؤال لهذا اليوم، أفضل جدول تمرين حق 5 أيام في الأسبوع لعب متوسط؟ والله في وايد طرق، upper lower, full body, push pull leg full, push pull leg upper lower. في اكثر من سبلت، تقدر تغير سبلت على راحتك دامك راح هدفك الاساسي هي 5 ايام. في اكثر من طريقه، شوف الطريقه اللي تناسبك في النهايه وطبقها، كلهم صح. حسنا، والى هنا اصدقائي الاعزاء نكون قد انتهينا من فقره الاسئله لهذا اليوم، سنكمل باذن الله تعالى الاسئله في يوم قادم، غدا بعد غد لا اعلم، ولكن سنكملها باذن الله تعالى.